عايزيني انت عملت حاجات ما برضو. بشوفش الكواليس. عملت ايه؟ طب ما تحكي لي عملت ايه. لا يعني مثلا يعني مثلا في العصبيه مثلا الموقفين بتوع حفلتك معروفين والناس كلها اتكلمت عنهم، فده عصبيه، رد فعل عصبي بالعكس او حد تنس دلوقتي. بالعكس خالص، يعني عندك لحظات بتطلع منك. لا 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 خالص بالعكس. انا الموقف ده ما كانش يعني، هو لو الموقف لو حقيقي والناس شايفه الموقف كله، هو مش موقف عصبيه بالعكس. هو موقف ان انا بقول لواحد من المنظمين اللي هم المفروض ان هم يحفظوا النظام، ان هم بيحفظوا النظام، وبتكلم على ان الناس دي من حقها كلها ان انت تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ده. فراحت واخده اتاخدت في حته مغرضه، واتاخدت وكبرت جدا جدا جدا، واتاخدت اوت اوف كونتكست. اتعملت مغرضه؟ اه 100%. 100%. طب والاندفاع؟ انت مره غيرت على مصر فرديت على فنانة رد متنمر تنمري. على فكره ساعات ما كان ساعتها ما كانش فيه التنمر والحاجات دي يعني. وبعدين غير على مصر، غير على، لو مش غير على مصر غير على مين؟ وبالعكس انا رديت رد ان هو انا بالنسبه لي واعتذرت. بس انا بتكلم عن تركيبه شخصيه عسيلي. انا متهيألي ان انا ما اعتذرتش كمان بجد. اعتذرت، قلت انه يعني صلحتها بطريقه ما، قلت انه انت قبل ما انا شخصيا كده قبل ما تبقى انا ووالدتي كده يعني. بالزبط. انا مش بتكلم على فكره، انا بتكلم ان انت حد بيهين البلد. يعني فانا بالنسبه لي ده مش اندفاع، بالعكس دي حاجه انا بفكر عارف انا قلتها كويس قوي ليه، وعارف انا قلتها ليه، وما عنديش اي ندم عليها خالص بالعكس. وانا اقرع وقصير يعني، فاهم؟ مش ساعتها برضو ساعتها قلت كده، برضو قلت حاجه كده. ايوه يعني قلت حاجه شبه دي خالص. لا بالعكس، انا مش من النوع اللي هو بندفع، مش عارف انا بقول، عمري ما ببقى مش عارف انا بقول ايه. انا مش بني ادم غلط. مش شخصيتي. مش اللي هتعصب اقول اي كلام. لا بالعكس خالص خالص. مش اللي ممكن تفلت منك في لحظه عصبيه. نيفر. لا 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 نيفر. وحتى لما حتى بتعصب انا ما بحبش اجرح حد. قلت انه انت بتغني في حفله بتقرا شفايف الناس. دي حقيقه. ده حقيقي. وفي الافراح، في الافراح بالذات، لان الافراح بيبقى الناس قريبين مني، بيبقوا وبيبقوا اقل من اللي في الحفله. ايوه فبقرا الشفايف. ازاي بتعمل كده وازاي بتركز في الغنى وانت بتقرا شفايف الناس؟ عادي. لا بس ما اكيد مش هقرا شفايف في كل الناس، بس يعني بيبقى في وسط في وسط البرفورمانس ممكن اقرا الشفايف. اوكي. وبعرف وبفهم شويه في الـ في الـ في البادي لانجوج. فببقى بتبقى لذيذه يعني.